على طول. امتى الجواز او الانفصال في الجواز يبقى هو الانقاذ، وامتى لابد من خطة انقاذ؟ يعني ان احنا نتطلق فاحنا بننقذ نفسنا، او ان احنا محتاجين خطة عشان ما نتطلقش وننقذ نفسنا من الانفصال. والله خليني اقول لك، بالنسبه للطلاق احنا كلنا في اسرنا في حالات طلاق حصلت بشكل او باخر، كلنا كل الاسر. وانا حتى في اسرتي كنت الاسره الكبيره، يعني كنت دايما اقول لاخواتي او الناس اقول لهم خلينا نوصل لاقصى درجه ان احنا نحاول نلاقي اليه ان احنا نعيش مع بعض. بس مش على حساب حد، لا على حساب مثلا عشان الاولاد وعشان انسي، عشان الناس وعشان المجتمع، انسي الناس والمجتمع. لازم تحس ان انت عايشه، لان انت مش عايشه لحساب حد، لحسابك انت. لو قدرنا نعمل الوصفه الصعبه دي يلا نعمل، ما قدرناش يبقى الانفصال هو الحل عشان الامور تمشي، لانه انت ما بتعيشيش مرتين. صح، الانسان لا يحيا مرتين، هي مره واحده اصلا. فبالتالي فكره الانفصال قد تكون هي العلاج الامثل، وقد تكون هي المرض العضال. امتى بقى المرض العضال؟ الناس اللي من ادفى الاسباب يلا نطلق، اللي هم في الاوقات. بس عندنا ظاهره غريبه جدا في مصر، انه الطلاق بسرعه في السنوات الاولى من الزواج، قله الخبره وقله كذا وتصورات المسؤوليه والتصورات اللي كانت موجوده في دماغهم وما لقوهاش، وحاجات احنا عارفين كل الكلام. وفي بعد رحله يعني، وكمان بقى الجزء الاخر بعد رحله ده نتيجه تراكمات. ما هي التراكمات دي طالما اتحملتك سنه واثنين و10 و20، ايه التراكمات بقى اللي تيجي غير ان احنا مخنا بقى يعني؟ فالمفروض نبقى اكثر نضجا واكثر توهجا ونحاول نخلق البهجه. يعني خد بالك انه مين يقدر يصنع شغف دائم؟ دي حاجه صعبه جدا. لا صعب. مين يقدر يصنع بهجه دائمه؟ بتقل طبعا مع الزمن، لكن نقدر كل شويه زي ما انت قلتوا في السعاده في التفاصيل، او السعاده المجانيه، او المفرحات القلوب المجانيه، اي المسميات نقدر نعملها كل شويه. يعني نقدر نعملها كل شويه بشكل مش نمطي. اصل الحياه، النمط في الحياه ونفس الامور اللي كوبي، انت النفس البشريه طوقه دائما للتغيير. طيب فاحنا لازم نغذي النفس في حته التغيير بحاجات شغف بقى وحاجات بهجه جديده وغيره. يعني اعتقد ان في ناس ناجحه. مجهود طبعا. انا عايز اسال سؤال لسه، وانا بشوفك وانت بترد افتكرت بعض الصعاب اللي انت عديت بيها. يعني انت كاعلامي ما اتولدتش او ما عدتش بسياق طبيعي، لا انت كنت في مكان وبعدين في مكان قررت تسيبه وبعدين ترجع تاني، وراجع وانت مش عارف ان كنت تشتغل هنا ولا لا، وقعدت فترة. الحاجات دي هزتك ولا قوتك ولا خلتك تقلق؟ عمل فيك ايه؟ دون ندخل في تفاصيل طبعا. لا لا مش بتكلم عليك انت كشخص. كل الصعاب او كل المشاكل او كل المعوقات اللي بتقابل الانسان هي اضافه الى خبرته. ودايما انا اقول جزا الله الشدائد كلها خير. فعلا كل شده بتعدي احنا بنقدر نحولها الى فرصه. بس كل تحدي بتخاف من بكره؟ لا 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 خالص. بتشوف حسابك في البنك وتقول انا هيكفيني ولا حساب في البنك ولا حساب في البيت؟ لا 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 لا. على فكره طول ما في حد مسؤول، يعني راجل مسؤول، هيشتغل. مش ما فيش حد هيبقى يعني هيشتغل اكيد، يعني اكيد مش هتقعد في 100 حاجه تشتغلها. ايوه بس ما قلقتش انك ما تلاقيش؟ لا لا والله ما قلقت ولا بقلق، ودلوقتي ما بقلقش. طب ما احنا كلنا قاعدين شغالين في نفس حد فينا ضامن انه يقعد في مكانه؟ لا. صح ولا مش صح؟ برضو المشاهد مش عارف مفكرنا قاعدين. لا احنا قاعدين في سواء محطات او سواء محطات مملوكه لاي جهه ملكيه، احنا كلنا في اي لحظه ممكن ما نبقاش موجودين. صح. فانت لو انت خايف بقى انك تمشي امتى؟ مش هتشتغل. لو خايف اقول ايه عشان ارضي مين؟ لو حاولت ترضي كل الاطراف هتخسر كل الاطراف، هتخسر نفسك. لا. فبالتالي انا مش بخاف، خلاص قول اللي عندك نفسي. خلاص احاول اامن نفسي، اعمل مشروع تاني لو كان غيرك اشطر.